بسم الله الرحمن الرحيم، راح نكمل إن شاء الله المحاضرة الثامنة من محاضرة الباثولوجي اللي هي عن الريبير. بلشنا بالمحاضرة الماضية بموضوع الريبير، هلا إن شاء الله راح نكمل. هلا بحكي لكم الريبير is the last step of inflammation، هي R5. نرجع للمحاضرة الأولى إذا متذكرين، نرجع لآخر سلايد أو آخر شيت أو آخر صفحة بالمحاضرة الأولى. متذكرين لما سميناهم الـ 5 R's of inflammation؟ 5 R's. فآخر خطوة من بالإنفلاميشن اللي هي الريبير، اللي هي الريزوليوشن، اللي هي الريبير، صح؟ ريبير. فالريبير هي the last step of inflammation اللي هي يرمز لها بـ R5. تمام؟ بحكي لكم there are two major types of wound repair and healing، يعني في عندي طريقتين ومرقنا عليهم برضو بالمحاضرة الأخيرة اللي هي المحاضرة السابعة. إذا متذكرين حكينا إحنا الريبير بيتم عن طريق شغلتين، صح؟ ريبير بيتم بطريقتين هلا اللي هم هدول. There are two types of repair. في عندي طريقتين للريبير. Repair by first intention, repair by second intention. حكينا repair by first intention لما يكون حجم الوند صغير او حجم الجروح صغير وحجم الانسجه اللي هو التيشو لوس صغير is little. يعني حكينا لما يكون حجم، طلع كيف بحكي لكم، لما تكون الانجري، لما يكون الاذى او الجرح او الوند، يعني حكينا حجمه صغير and superficial، بحكي لكم small and superficial، والتيشو لوس وفقدان الانسجه قليل. وحكينا انه لما ما يكون في عندي اذى للبيسمنت ممبرين، بعرف اذا انتم متذكرين لما شرحنا على هاي الرسمه، لما شرحنا لكم على سوري على الرسمه اللي فوق هون، حكينا هذا هو البيسمنت ممبرين، سميناه هذا البيسمنت ممبرين. حكينا لما يكون الوند صغير، تمام، لما يكون الوند صغير وما فيه اذى، حكينا healing by first intention هو by regeneration، إعادة تكوين. حكينا لما يكون حجم الوند كبير، لما يكون حجم الجرح كبير وفي أذى للبيسمنت ميمبرين، إذا في هاي الحالة لا، بصير في عندي healing by secondary intention. Second intention هي scar formation، formation هي تكوين الندبة، الندبة. تمام. فهذول هم الطريقتين الرئيسيين أو النوعين الرئيسيين للوند healing. تمام، أوكي، خلينا نبدأ. بحكي لكم اول واحدة healing by first او primary intention، first او اسمها الثاني primary intention. تمام. حكينا مثلا في حالة السيرجيكال كلين وونت، زي في حالة الجروح جروح العمليات. وهنا لو بترجع للمحاضرة هاي السابقة، هنا دقيقة سوري، هنا معطيكم مثلا امثلة. اوكي، هنا مثلا معطيكم امثلة على الهيلينج باي فيرست انتنشن اللي هي، طبعا هاي المحاضرة رقم 7 اللي هي صفحة رقم 9. هدول مثلا فيرست ديجري بيرنز، الحروق من الدرجة الأولى، سكراتش اللي هي الجراحات اللي بتصير على الإيدين، على الوجه، على الرجلين، سيرجيكال وونز الجروح الجراحية. ليش؟ لأنه احنا أصلا بالسيرجيكال وونز لما نجرح بنكون أول إشي الجروح صغير وشكله يعني نفس الشكل، يعني سيمتريكال، شكله متشابه يعني. تمام. فهدول أمثلة على الهيلينج باي فيرست أو برايمري انتنشن. حكينا it is faster، أسرع من السكندري انتنشن، أسرع من السكندري انتنشن، يعني هون مقارن بين هذا وهذا. تمام، هذا نحط هذا باللون الأزرق. أوكي، حلو. فعندي طريقتين اللي هي healing by first intention primary intention أو healing by secondary intention. كمقارنة ال first intention أو primary intention faster than the secondary intention، هاي أول إشي، يعني هاد ال primary أسرع من ال secondary. اثنين، ال tissue loss is small، هون ال tissue loss أكبر، يعني كم الجر، يعني هون الفكرة إنه في ال primary intention الجرح أو كمية الأنسجة التي فقدت أقل، هون كمية الأنسجة التي فقدت أكبر. هنا the amount of granulation tissue وبالتالي is very small and the amount of scar is formed is small. يعني هون شو بحكي لكم؟ لأنه كمية الأنسجة التي فقدت أقل، فبالتالي تكوين الـ granulation tissue والسكار، تكوين الأنسجة الجرانولومية والندبة رح يكون أقل. تمام؟ يعني نرجع لهنا، إذا نرجع للمحاضرة السابعة، هاي الرسمة، طلعوا هون يا جماعة، طلعوا هون. تمام. حلو.
فالهيلينج باي فيرست انتنشن او برايمري انتنشن بيكون في عندي ريجينريشن. اكتبوا طريقه الهيلينج باي فيرست انتنشن از باي ريجينريشن، باي سكندري انتنشن باي سكار فورميشن. طلعوا كيف هنا مثلا في الفيرست انتنشن الجروح اصغر، هنا الجروح اكبر، هاي اسرع الفيرست انتنشن، البرايم السكندري انتنشن ابطا. هنا انه كميه السكار والجرانيليشن تيشو كميه الندبه والهنا اقل، هنا اكبر. هنا طلع كيف النسيج اللي تكون، النسيج الجديد يا جماعه تقريبا بنسبه 85 ل 99% بيشبه النسيج السابق، يعني النسيج الجديد اللي تكون بيشبه النسيج السابق، سواء كوزمتيكلي، سواء من ناحيه الشكل، سواء اثنين من ناحيه الفانكشن، من ناحيه الوظيفه، رح تحسونه بيشتغل تقريبا نفس وظيفه هذاك، نفس الوظيفه، تمام. بينما هون النسيج اللي تكون لا كوزمتيكلي مقبول، لا كوزمتيكلي، لا شكليا مقبول، ولا او تجميليا يعني مقبول، ولا حتى رح يشتغل نفس وظيفه النسيج السابق، تمام. اوكي نرجع نكمل. حلو، فطلع شو بحكي لكم. فهنا كميه الجرانوليشن تيشو والسكار از مينيمال، بينما هناك اكبر راح تكون. وطلع شو بحكي لكم، 99.9% من التيشو راح يرجع للبري انفلاماتوري ستيت، يعني راح يرجع لمرحله 99% من النسيج هذا الجديد اللي يتكون راح يرجع لمرحله ما قبل الالتهاب، سواء كوزمتيكلي، سواء من ناحيه الشكل، واثنين من ناحيه الايش الوظيفه، فانكشنالي من ناحيه الوظيفه. حلو، بينما هناك لا. هلا نحكي عن السكندري انتنشن يا جماعه، حكينا انه كميه النسيج تفقدت اكبر، وبالتالي الريجنريشن وونت بي انف. يعني فكره يا جماعه، هون بدي اوصلكم فكره، شو اللي بحدد لي، يعني هون نرجع لهي الرسمه، يعني شو اللي بحدد لي انه الوند هيلينج يروح بهذا الطريق بالفيرست انتنشن ولا بالسكندري انتنشن؟ اللي هو حجم الانجري، حجم الاذى، حجم النسيج الذي فقد. هل في عندي اذى للبيسمنت ميمبرين؟ طب رح تقولي شو دخل البيسمنت ميمبرين يا جماعه؟ البيسمنت ميمبرين او الغشاء القاعدي، هذا النسيج او هذا الغشاء له قدره على الريجنريشن، القدره على اعاده التكوين. فاذا صار فيه اذى له فبالتالي لن يتم اعاده التكوين، تمام. فزي ما حكينا اذا الاذى كميته صغيره وما صار، ما في عندي اذى للبيسمنت ميمبرين، تمام وكميه الانسجه فقدت صغيره، يتم بتصير عمليه الهيلينج بالفيرست انتنشن بالريجنريشن. بينما اذا كانت كميه الاذى كبيره وصار في عندي اذى للبيسمنت ميمبرين والانسجه فقدت اكبر، فبالتالي سندي فور هيلينج باي سكندر انتنشن. طلع هون السكندر انتنشن يا جماعه، هون كميه الجرانوليشن تيشو هذا اللي تكون، هذا جرانوليشن تيشو، تمام، وهذا سكار في النهايه، تمام. يعني اكتبوا جرانوليشن تيشو يساوي سكار، تمام. فهون كميته اكبر، وهون لا شكليا ولا وظيفيا يشبه النسيج السابق، تمام. اوكي بحكي لكم هون الريجنريشن وونت بي انف، يعني في الحاله اللي اذا كان الجروح اكبر ما راح نقدر نعمل ريجنريشن، لانه راح تحتاج كميه اكبر من الجرانوليشن تيشو اللي هو سكار فورميشن، تمام. يعني رسم دي سكار فورميشن مور اوبفيس اند كوزمتيكلي دامجد، يعني بيكون في عندي اذى شكلي، يعني شكلي مش هذا، يعني شكليا مش مقبول، ولا حتى طلع كيف بحكي لكم مرات بيكون كميه النسيج هذا او الندبه السكار كميه كبيره لحد انه ات ويل انترفير، رح تتعارض مع النورمال فانكشنز. يعني يا جماعه النسيج اللي تكون في هاي المرحله، نرجع لهي الصوره، النسيج اللي تكون في هاي المرحله لا شكليا مقبول ولا وظيفيا مقبول، تمام. حلو، بحكي لكم فيري امبورتنت نوت، ملاحظه مهمه. Is there a granulation tissue formation في الفيرست انتنشن؟ يعني لو حكينا انه في عندي عمليه هيلينج بالفيرست انتنشن، هل بصير عندي فورميشن اوف granulation tissue؟ طلعوا في طبعا، اكيد طبعا. طلع شو بحكي لكم؟ granulation tissue produce is very small، يعني يعني الفكره اللي بدي اوصل لكم اياها يا جماعه، سواء عندي هيلينج بالفيرست انتنشن او عندي هيلينج اللي هو البرايمري انتنشن او هيلينج بالسكندري انتنشن، both of them راح يصير عندي granulation tissue formation ويصير عندي سكار. بس الفكره بالمقارنه بين هون وهون، هون كميه الجرانوليشن تيشو اللي هي بالفيرست او البرايمري انتنشن، كميه الجرانوليشن تيشو او السكار اقل من السكندري انتنشن، تمام. اوكي حلو، تعالوا شو بحكي لكم، هل في عندي جرانوليشن تيشو فورميشن؟ نعم اوف كورس، بس الاماونت از فيري ليتل، يعني قليل كومبيرد بالمقارنه مع السكندري انتنشن، والسكار بالسكندري انتنشن اكثر من الفيرست انتنشن، هذا معروف، تمام. حلو، هلا بحكي لكم، طلعوا شو بحكي لكم هون يا جماعه، بحكي لكم بغض النظر انا عندي طريقتين للريبير، سواء فيرست ولا برايمري انتنشن ولا سكندري انتنشن، بغض النظر عن الطريقه هدول الطريقتين لهم نفس الخطوات، وهلا رح نيجي نشرح عن الخطوات هدول. في عندي ثلاث، اذا الخطوات الرئيسيه يا جماعه للوند ريبير احفظوهم، هاي بدي اعمل عليهم مارك، هدول الثلاث خطوات،
اول خطوه اللي هي انجيوجينيسيس. اول خطوه اللي هي انجيوجينيسيس. هلا بدي اياكم تجزئوا الانجيوجينيسيس لجزئين، انجيو اللي هي لحد هون انجيو، استنوا شوي، انجيو هاي اول جزء، ثاني جزء اللي هو الجينيسيس. هلا فينكم انجيوجينيسيس، يعني في عندي جزئين انجيو والجينيسيس. انجيو معناها بلاد فيسل، معناها اوعيه دمويه. جينيسيس تصنيع، سينثيسيس، سينثيسيس يعني تصنيع. فانجيوجينيسيس معناها تكوين اوعيه دمويه جديده. هاي اول خطوه، هلا رح نجي نشرحها انا هاي هون انجيوجينيسيس. ثاني خطوه بصير في عندي اكتيفيشن اوف فايبروبلاست، نوع من انواع الخلايا. هون حطوا عندها نوت يا جماعه، ذا مين سيل، اكتبوا الخليه الرئيسيه في الوند هيلينج، في عمليه تصليح الجروح او هذا، مين هي الفايبروبلاست؟ هذا رح يجيكم هيك سؤال. ذا مين سيل، الخليه الرئيسيه في الوند هيلينج هي الفايبروبلاست. اند ديبوزيشن اوف ماتريكس، شو يعني ديبوزيشن اوف ماتريكس؟ رح يصير في عندي ترسيب بروتينات في مكان الجرح، ترسيب بروتينات. هاي البروتينات وهاي المواد رح تعمل لي زي نت، رح تعمل لي زي شبكه قويه، تمام. ثالث شيء ريموديلينج اوف كونكتيف تيشو، ريموديلينج اوف ذا ووند، شو يعني يا جماعه؟ هلا الووند او الجرح او السكار سوري اللي هي الندبه او الجرانيشن تيشو، هذا اللي حطيته انا في مكان الجرح، تمام تمام. ونرجع لهاي الرسمه يا جماعه، سواء صار عندي هيلينج هون ولا هيلينج هون، في الحالتين حكينا رح نحط عندي جرانيشن تيشو. بس في هاي الحاله يا جماعه الجرانيشن تيشو اول ما ينحط، اول ما ينحط في مكانه، يعني بدي احكي لكم هون ملاحظه وراح ارجع اشرح عنها بعدين، الجرانيشن تيشو او السكار اللي تكونت او اللي انحطت مكانها بالاساس يا جماعه هون بتكون اماتشور مش ناضجه. شو يعني اماتشور مش ناضجه؟ معناها ضعيفه كثير، ضعيفه كثير، يعني لو خسرتها هيك سايبر رح ترد تنزل. فالفكره انه الجسم هون بيعمل عمليه تعديل عليها، بغير تكوينها عشان يخليها اصلب، عشان يخليها مور ماتشور، خليها ناضجه. فالريموديلينج يعني اعاده تعديل وتكوين وتحويل النسيج اللي انحط من نسيج اماتشور، نسيج غير ناضج، لنسيج ماتشور، نسيج ناضج، تمام تمام. هلا نبدا نحكي اول خطوه في عمليه الوند ريبير اللي هي انجيوجينيسيس، وقسمناها يا جماعه انجيوجينيسيس معناها تكوين، اعاده تكوين او تكوين الانسجه اللي هي الاوعيه الدمويه. حلو. هلا هنا هنا شو حط لكم؟ معرف لكم الانفلاميشن، معرف لكم الالتهاب. هي ريسبونس اوف فاسكولارايز تيشو تو ان انجوريوس ايجنتس، هي استجابه نسيج بوصله دم للمسببات الاذى. ومتذكرين هذا التعريف وين مر علينا يا جماعه؟ هذا هو اول تعريف في ماده الباثولوجي. افتحوا لي على اول شيت، اول محاضره، هيو هيو هذا هو التعريف، متذكرينه؟ حكينا هي استجابه نسيج بيوصل دم لمسببات الاذى، تمام تمام. فهذا هو اول تعريف للانفلاميشن. يعني شو بالفكره بدي اوصل لكم اياها؟ فاسكولارايزد، فاسكولارايزد معناها بيوصل دم. يعني كثير مهم هذا الجزء من التعريف، انه لازم الانسجه يوصلها الدم، تمام تمام. فبحكي لكم ذا انفلاماتوري ريسبونس، الاستجابه الالتهابيه، نيدز تو بي فروم ا فاسكولارايزد فيابل الايف تيشو. يعني بحكي لكم الاستجابه الالتهابيه بتحتاج الى نسيج عايش ويوصلوا دم، ويوصلوا انف بلاد سبلاي، يوصلوا تغذيه كم كويسه من الدم فور ذا بروبر ستيبس اوف هيلينج، عشان يصير عندي على خطوات العلاج، خطوات علاج الجرح. فاول خطوه اللي هي الانجيوجينيسيس. شو يعني انجيوجينيسيس يا جماعه؟ قسمناها احنا الانجيوجينيسيس، متذكرين؟ انجيو هي بلاد فيسل، هي اوعيه دمويه. جينيسيس كرييشن فورميشن سينثيسيس، معناها تكوين الاوعيه الدمويه. يعني اول خطوه من خطوات العلاج هي تكوين اوعيه دمويه جديده، ديفلوبمنت اوف نيو بلاد فيسلز، تكوين اوعيه دمويه جديده. هلا نبدا، هلا الانجيوجينيسيس بحكي لكم لها دور رئيسي كثير في عمليه الهيلينج، لها دور رئيسي او محوري في عمليه الايش؟ الوند هيلينج. بحكي لكم الانجيوجينيسيس is a central، يعني بتلعب دور رئيسي، critical process، عملية رئيسية for proper healing، لما يصير عشان عندي healing. والهيلينج يرمز له يا جماعة ب R5، رح تحكوا لي وين ال R5؟ ال R5 اللي هو يا جماعة هون، نرجع آخر أول محاضرة، آخر شيت، آخر سلايد يا ربي. متذكرين هون لما أول آخر خطوة يا جماعة من عملية الانفلاميشن اللي هي resolution repair، هي يرمز لها ب R5، تمام؟ أوكي. And important step in inflammation as well as neoplasia. يعني هلا رح نيجي نحكي يا جماعة إن شاء الله في مادة النيوبليزيا، في مادة الكانسر. حلو، في مادة الكانسر. فأهم شيء إنه الأنجيوجينيسيس بحكي لكم تلعب دور كتير مهم في الالتهاب، زائد في تكوين السرطانات، تمام تمام.
هلا الانجيوجينيسيس بحكي لكم تحتاج مالتيبل ستيبس، لها عده خطوات، سيجنالينج باث ويز اللي هي ارسال الاشارات، تواجد جروث فاكتورز، هاي حطوا لي اياها خط جروث فاكتورز عوامل نمو، واهم عامل هلا رح نيجي نحكي عنه اللي هو هذا، شايفينه هذا يا جماعه، هذا احفظوه بصم تي جي اف اللي هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هاي اختصاره ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هذا اهم عامل من عوامل النمو، اكتبه جنبه ذا موست امبورتنت فاكتور، هي كاتبه اصلا هو ذا موست امبورتنت فاكتور في عمليه الهيلينج، هيو ذا بوس اوف هيلينج اند سكار فورميشن، انه بحكي لكم هو الشيء الرئيسي في الريبير في عمليه التصليح وتكوين الايش وتكوين السكار وتكوين الندر، فهو حكى لنا محتاج جروث فاكتورز، اهم فاكتور هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا زائد سيل ماتريكس اللي هي تكوين، تكوين يا جماعة تكوين اللي هي بروتينات والشبكة، حكينا الشبكة تبعت الوند هيلينج، حكينا هاي الشبكة أول مرحلة، أول مرحلة لها ما بتكون ناضجة صح، حكينا لازم الجسم يعملها ريمودلينج، هلا نيجي نحكي عنهم تمام. فهي عبارة عن انتر اكشنز، هي يا جماعة هي عبارة عن تفاعلات بين اكستسيلولر بين مخارج الخلايا اند اكسترا فاسكولار خارج الأوعية الدموية، فهي تفاعلات عملية الانجيوجينيسيس اند انزيمز اوف ريمودلينج to be able to have a complete angiogenesis. يعني بحكي لكم الانجيوجينيسيس لها مالتيبل ستيبس، سيجنالينج باثويز ارسال اشارات، جروث فاكتورز عوامل نمو، تكوين سيلولار ماتريكس انتر اكشنز عمليه تفاعلات عشان تتكون الشبكات الانسجه اوكي، ووجود انزيمز اللي هي الانزيمات اللي بتعدل شكل السكار عشان نسوي دي انجيوجينيسيس عشان تكتمل عمليه تكوين الاوعيه الدمويه تمام. هلا نبدا طلع شو بحكي لكم بالانجيوجينيسيس، نبدا بحكي لكم a lot of mediators and growth factors are needed for this process، يعني بحكي لكم كثير من النواقل الكيميائيه وعوامل النمو بنحتاجها عشان اعمل الانجيوجينيسيس هيها. هلا اهم واحد اللي هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، اهم واحد، هل في عندي غيره؟ اه نعم في عندي غيره، اول واحد VEGF-A اللي هو فاسكولار اندوثيلر جروث فاكتور A، فاسكولار اندوثيلر جروث فاكتور A هذا اول واحد بعمليه الانجيوجينيسيس. ثاني واحد FGFS اللي هو فايبربلاست جروث فاكتور فاميلي 2، يعني في عندي فاميليز من الفايبربلاست جروث فاكتورز الفاميلي 2. ثاني واحد، ثالث واحد وهو الاهم ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هو ذا موست بوتنت، هو اقوى واحد فايبروجينيك، شو يعني فايبروجينيك؟ يعني اقوى واحد بحفز الفايبربلاست تمام، اور سكار فورمينج ميدييتر، يعني هو اقوى واحد بحفز تكوين السكار اللي هو fibroblast activator or reparative activator، يعني هو أقوى واحد وأهم واحد بفعل لي fibroblast عشان تعمل سكار ويصير في عندي wound repair تصليح الجروح تمام تمام. فأول خطوة للانجيوجينيسيس يا جماعة اللي هي وجود الميدياترز والgrowth factors، هذا واحد. اثنين اللي هي البادينج، شو يعني البادينج؟ notch signaling sprouting، شو يعني البادينج؟ اللي هي التبرعم، التبرعم sprouting معناها التبرعم، كيف يعني؟ يعني التبرعم يا جماعة ما بعرف اذا عمركم طلعتوا على النباتات، انه بكون في غصن بيطلع لي غصن جديد، هذا هو التبرعم. رح تحكوا لي كيف هذا اللي يتم، كيف يتم بالبلاد فيسل هون، طلعوا كيف يا جماعه، طلعوا كيف يتم التبرعم، مثلا هاي صوره لبلاد فيسل، هاي صوره لبلاد فيسل، طلعوا كيف هذا البلاد فيسل هيك بالطبيعي هون بلش ينسلخ منه جزء، ينسلخ منه جزء، وهذا هذا البلاد فيسل صار ينسلخ منه جزء، وهذول ارتبطوا مع بعض كونوا لي بلاد فيسل هون جديد بالنص، فهيك هي هاي بنسميها البادينج او السبراوتينج اللي هي التبرعم، يعني جزء من البلاد فيسل اللي هو جزء من الوعاء الدموي السابق بيطلع من هون، وجزء من وعاء دموي ثاني بيطلع من هون، بيرتبطوا مع بعض بكونوا لي بلاد فيسل جديد. هلا رح نيجي نشرح عن هاي العمليه تمام تمام. سبراوتينج اللي هي التبرعم، a new growing thing that will come from already from an already existing one، يعني بحكي لكم انه شيء ينمو من شيء اوريدي موجود تمام. بحكي لكم في الانجيوجينيسيس إنه it is defined as new blood vessel sprouting from a pre-existing vessel، يعني هي إنه في الانجيوجينيسيس هي إنه blood vessel ينشأ من blood vessel من وعاء دموي كان موجود سابقا. ثالث خطوة تكوين ECM proteins هم الـ extracellular matrix proteins، يعني ثالث خطوة للانجيوجينيسيس إنه يتكون عندي proteins زي شبكة. رابع خطوة اللي هي الـ enzymes for final remodeling، اللي هي أنا بحتاج إلى إنزيمات عشان أعدل على الإشي النهائي، remodeling معناها عملية التعديل عشان حوله من اما تشور لما تشور. رح تحكوا لي كيف يعني، طلعوا كيف شو يعني على جسد انا بعمليه التعديل. هلا لازم انا استبق خطوات شوي، افتح لاخر لصفحه رقم 7 هون، صفحه رقم 7
شايفين يا جماعه هون صورتين تحت الميكروسكوب سواء هون ولا هون، تمام. هلا هاي الصوره يا جماعه صوره لا سكار اماتشور، لندبه مش ناضجه اماتشور، بينما اللي تحتها صوره لسكار ماتشور لسكار ناضجه. كمقارنه بين هون وهون ممكن يجيب لكم ايش يعني المقارنه. اول شيء بيهمني تعرفوا انه طلع كيف هون الخلفيه بيضاء، الخلفيه بيضاء. ليه ايش يعني الخلفيه بيضاء؟ يعني البروتينات اللي بتتكون منها مش ناضجه. طلع شو بحكي لكم؟ وايت اريا، منطقه بيضاء، يونج بروتين ماتريكس، يعني الشبكه هاي المنطقه البيضاء هي عباره عن شبكه بروتينات اوكي وكولاجين. هلا هاي بكون مش ناضجه، كيف يعني مش ناضجه؟ بتتكون يعني معناها انها هاي الشبكه تتكون من نوع محدد من البروتينات، وهاي البروتينات لا تعطي هاي الشبكه النضوج، يعني بتكون هيك هشه طريه، اي لمسه لها اي شيء وراح تنزف. تمام تمام. بالاضافه لانه طلعوا كيف في منطقه بيضاء بس في عندي كثير نقط حمراء، شو هاي النقط الحمراء؟ هاي عباره عن ايش؟ هاي بلاد فيسلز، هاي عباره عن اوعيه دمويه. تمام تمام. يعني يعني الفكره يا جماعه هاي الصوره تحت الميكروسكوب، هاي الصوره تحت الميكروسكوب هي لا صوره لا سكار، ولكن هاي السكار لندبه، ولكن هاي السكار اماتشور مش ناضجه. ليش مش ناضجه؟ لانها يعني بتتكون من مجموعه من البروتينات، وهي البروتينات مش ناضجه، زائد بتتكون من كميه كبيره من البلاد فيسلز من الاوعيه الدمويه. طلعوا هون بالمقارنه لما تكون ماتشور ناضجه، شو يعني صار لها؟ صار لها عمليه الريموديلنج، عمليه الماتشوريشن او عمليه التعديل. فشو يعني هي الريموديلنج؟ هلا عرفنا شو تعريف الريموديلنج يا جماعه. يعني طلع الريموديلنج هي عمليه تعديل للسكار، هي عمليه التعديل على الندبه او التعديل على الانسجه اللي تكونت، بحيث انه صار عندي طلعوا هون هاي الاند ريزلت، هاي النتيجه مور ماتشور سكار تيشو، عشان يصير عندي النسيج الندبه ماتشور ناضج. طلعوا هون بالمقارنه صارت لون الشبكه زهر سوري ازرق، يعني انه البروتينات اختلفت. تمام. وثاني شيء قارنوا بين هون وهون انه البلاد فيسلز هون كميتها كبيره الاوعيه الدمويه، بينما هون قلت كثير، موجوده بس قلت، which means انه عشان السكار لما يصير فيها عمليه الريموديلينج عشان تتحول من اماتشور مش ناضجه لناضجه، شو اللي بصير؟ بصير في شغلتين. اول شغله انه نوعيه البروتينات بتختلف، ثاني شيء انه الاوعيه الدمويه كنسبه بتقل، بتقل عندي. تمام تمام اوكي. فهي اخر خطوه في عمليه الوند هيلينج، احنا سبقنا حكينا عنها مش مشكله، بس خلي عشان رح نرجع لها بعدين. فهذول هم خطوات يا جماعه الانزيمز فور فاينل ريموديلينج، اللي هم الخطوات الانزيمز. اوكي بحكي لكم there is an important critical interaction between growth factors and extracellular matrix proteins. بحكي لكم يعني في عندي تفاعل كثير مهم بين الجروث فاكتورز عوامل النمو وبين البروتينات اللي هم تبعون الماتريكس تبعون الشبكه هاي. In addition to that, in the final stages of remodeling, enzymes are required to cut the extra collagen. يعني الفكرة يا جماعة مين اللي بيعمل لي عملية الريموديلينج؟ مين اللي بيعدل على السكار أو على النسيج اللي تكون؟ هي enzymes. شو اللي بتسوي الانزيمز هاي؟ بتشيل البروتين، أول شيء بتغير لي نوع البروتينات والكولاجينات، يعني هاي الشبكة يا جماعة نرجع. الشبكة اللي فرجيتكم إياها بالصورة، هاي الشبكة البيضاء. بتتكون من أنواع البروتين، من نوع محدد مثلا من أنواع البروتينات ونوع محدد من أنواع الكولاجين. تيجي هاي في بيجي انزيمات بتعدل عليها، شو بتصير؟ بتغير نوع الكولاجين وبتغير نوع البروتينز، وزاد انه الاكسترا كولاجين الكولاجين والبروتينات الموجوده زياده بتشيلها بتنظفها بتشيلها. فهي عمليه الريموديلنج، هاي هي عمليه الريموديلنج، هاي المقصود فيها، المقصود بالريموديلنج هي عمليه التعديل. هذا هو المقصود بالريموديلنج، هي عمليه التعديل. تمام تمام اوكي 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 حلو. And the extra proteins clean up the mess after the reparative process. يعني هي بتشيل الكولاجينات الزيادة، البروتينات الزيادة وبتنظف. هلا steps of angiogenesis، خطوات الانجيوجينيسيس. هلا ايش الخطوات؟ هلا اول شيء خلينا نحكي عن مكونات البلاد فيسل، مكونات الوعاء الدموي عشان تفهموها. طلع كيف. اول مكون شايفين هاي الخلايا تعلمها بالاصفر. ها هاي الخلايا موجود برا، هاي شايفينها. هذول لهم اسم، لهم بيريسايتس. بيريسايتس هيهم بيريسايتس هيهم بيريسايتس، هذول الخلايا هيك يعني هو معلمهم اصلا الخلايا الزرق والخلايا الحمر.
تمام. يعني قربوا على البلاد فيسل يا جماعه، راح تلاقوه بتكون من ثلاث طبقات. هاي الطبقه الخارجيه، في طبقه هون وسطانيه بالنص، هيها بالنص، سوري هاي لان هذا كبير، في طبقه هي وسطانيه بالنص، وفي الطبقه هاي الخلايا الزهريه. تمام. هلا الطبقه الزرقاء الخارجية، هدول بيري سايتس، يعني خلايا خارجيه. بيري معناها لما نشوفوا كلمه بيري معناها خارجي. تمام حلو. وفي عندي الطبقه الوسطانيه اللي هي البيسمنت ميمبرين، هيو اللي هي الطبقه الوسطانيه اللي هو البيسمنت ميمبرين، الغشاء القاعدي هذا. وفي الطبقه الوسطانيه اللي هم الاندوثيليال سيلز، اللي هم الخلايا الداخليه. وين مر معنا مصطلح الاندوثيليال سيلز؟ نرجع للمحاضره الاولى صفحه رقم 6، هي اهم صفحه. هذول الخلايا شايفينهم يا جماعه، هذول هم نفسهم الاندوثيليال سيلز. تمام اوكي. فعندي 3 لايرز، فعندي 3 طبقات ل الوعاء الدموي. بيريسايتس الخلايا البرانيه اللي ذات سراوندز، التي تحيط في الوعاء الدموي. بيسمنت ميمبرين حكينا، هذا احفظوا لي يا جماعه، البيسمنت ميمبرين من ايش بتكون؟ وحكينا احنا من ايش بتكون بالمحاضره الاولى اذا بتتذكروا، حكينا بتكون من لامينين وكولاجين تايب 4. حكينا بتكون من لامينين وكولاجين تايب 4. وفي عندي الاندوثيليال سيلز هم الخلايا الداخليه. تمام حلو. بحكي لكم we have to disrupt these three component structures to make a new blood vessels، يعني لازم disrupt معناها نزعج هذول الثلاث مكونات عشان نكون blood vessels، عشان نكون وعاء دموي جديد. تمام طلع شو اول خطوه يا جماعه؟ اوكي هون بشرح لكم ايش اللي بيصير يا جماعه. تمام ايش اللي بيصير؟ هلا اول شيء حكينا انه من طرق تكوين اللي هي blood vessel سميناها sprouting اللي هي التبرعم، البادينج متذكرينها هون صح، سبراوتنج التبرعم. حكينا انه بكون في عندي تو بلاد فيسلز وعين دمويين، كل واحد منهم بطلع جزء من هون بطلع جزء من هون، بيرتبطوا مع بعض بكونوا لي جزء جديد، بكونوا لي وعاء دموي جديد. يعني ستارتنج وذ بيريسايتس ديتاتشمنت، يعني انه البيريسايتس هذول الخلايا الخارجيه ديتاتشمنت بتنفصل. طلعوا كيف هون بتطلع عن طريق شيء حفزها، جي اف منها جروث فاكتور، اختصار لجروث فاكتور، جي اف اختصار لعامل نمو، لجروث فاكتور عامل نمو. جي اف هو اختصار لجروث فاكتور لعامل نمو. هلا هذا عامل النمو بنسميه انجيوبويتين. هلا طلع كيف؟ عندي جزئين، انجيو معناها بلاد فيسل، بويتين بحفز، يعني ايش بحفز البلاد فيسل؟ تمام الاوعيه الدمويه. which opens and detaches pericytes، يعني أول خطوة يا جماعة بيجي عندي growth factor عامل نمو هو الأنجيوبويتين، بحفز البيريسايتس هذه الخلايا الخارجية إنها تنفصل تنسلخ، إن هيك تسوي، طلع كيف تسوي هاي الحركة، إنها تنفصل تنسلخ هيك. تمام إنها تتبرعم يعني. تمام أوكي. طب بعدين شو بصير؟ بيجي عندكم إنزيم اللي هو ماتريكس اللي هو اختصاره MMP، ماتريكس ميتالو بروتينيسز. وإذا أنتم متذكرين يا جماعة، أي شيء آخره إيس معناها بحطم. تمام، هلا لو جينا حكينا للبيسمنت ميمبرين، تمام، حكينا إحنا البيسمنت ميمبرين يا جماعة من إيش بتكون؟ مش حكينا بتكون من لامينين وكولاجين تايب 4. شو يعني؟ راح يجيني إنزيم بحطم اللامينين، وشو راح نسميه؟ لامينينيز. وإيش بحطم الكولاجين؟ اللي هو الكولاجينيز. راح يجوني هدول تو إنزيمز اسمهم الرئيسي ماتريكس ميتالو بروتينيسز، يعني هذول اللامينيسز والكولاجينيز. تمام كولاجينيز، هذول اللامينيز ايش بحطهم من اللامينين، كولاجينيز ايش بحطهم من الكولاجين، هذول اسمهم الرئيسي او الفاميلي او عائلتهم الرئيسيه بسميها MMP اللي هي ماتريكس ميتالو بروتينيزز، اللي هي ماتريكس معناها البروتينات الموجودات في الشبكه، ميتالو بروتينيزز هي بتحطم من هاي الشغلات. فشو بيجي عندي يا جماعه؟ طلعوا كيف؟ اول خطوه في تكوين الوعاء الدموي الجديد، بيجي عندي حكينا جروث فاكتور عامل نمو اللي هو انجيوبويتين بحفز انه البيريسايتس تنسلخ، بعدها بيجي هذول البروتينات اللامينيسز والكولاجينيز بحطموا لي اللامينين والكولاجين تبعون البيسمنت ميمبرين تبعون الغشاء القاعدي عشان الغشاء القاعدي برضه ينسلخ معها. اوكي؟ طلع كيف؟ فاينلي الخطوة الرئيسية الاندوثيليوم ويل بي نيكد، يعني راح يتعرى للاندوثيليال سيلز، يعني انا شلت عنه. طلع كيف؟ هلا الاندوثيليال هذا اللي هي اللاير الداخلية، الطبقة الداخلية، طلع شو يا جماعة؟ هي محيط في بكون في محيط فيها طبقة خارجية وطبقة وسطى، طب إذا أنا شلتهم زي إنه عريتها، إنه تعرض، صارت نيكد، تعرض. تمام
facilitating its sprouting. فبالتالي لما تتعرى بتصير سهل انها تتبرعم، انه هيك تفوت معاهم. طلع كيف تسوي مع طلعوا كيف انها تسوي معاهم. تمام اوكي. عن طريق الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور اللي هو اهم واحد، هو ترانسفورم جروث فاكتور بيتا. يعني شو بيجي يا جماعه؟ اول خطوه انه البيريسايت اللاير الخارجيه الطبقه الخارجيه تتبرعم. ثالث شيء انه البيسمنت ممبرين اللي هو الغشاء قاعد يتحلل. ثالث خطوه بيجي ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا باثر على الاندوثيليال سيلز، بيساعدها بالتبرعم، بغير شكلها وبخليهم كلامب، بخليها تتكتل، يعني تصير بيراميدال زي البيراميد ونوتشنج هيك لها نتوءات. تمام فبتصير انه ايش، بتسيم مور ديفرنشيتد لايك مايوسايتس، يعني بتكون شكلها متمايز، يعني ناضجه تشبه المايوسايتس، خلايا العضلات. يعني الفكره يا جماعه انه ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا بيجي بغير لي بالاندوثيليال سيل، بغير شكلها، بخليها مور بيراميد. طلعوا كيف يعني، بخليها اسطوانيه، يعني لما تتبرع بتصير اسطوانيه. فهاي انه لما تصير اسطوانيه بتصير شكلها بيشبه خليه العضليه. تمام projecting their matrix and fiber to the matrix، يعني بتطلع الاشياء الموجوده جواتها، الفايبرز البروتينات، allowing them to sprouting. شو يعني sprouting؟ انها تتبرعم. يعني الفكره يا جماعه تخيلوا معي زي انه يعني طلعوا كيف، لازم عشان هي الخلايا هاي الاندوثيليال سيلز، الخلايا الوسطانيه، انها تتبرعم، او عشان هذا لازم يجيها ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، لازم يجيها هذا يغير شكلها، يخليها اسطوانيه وتطلع الشيء اللي جواتها لبرا، sprouting. تمام عشان تندمج مع الخلايا اللي هي الثانيه. طلع كيف انا هون عندي وعين دمويات، عندي هاد وعندي هاد، في كل واحد منهم لازم يصير نفس العمليه، انه الخلايا هاي الاندوثيليال سيلز هيك يتغير شكلها، تتبرعم، تطلع البروتينات تبعها. طلع كيف يعني، هون الخلايا الاندوثيليال سيل طلعت البروتينات تبعها هون، وهي يعني من هاي الجهه، من جهه اليمين طلعت البروتينات تبعتها، من جهه الشمال طلعت البروتينات تبعتها، شبكوا مع بعض فكونوا لي وعاء دموي جديد. هي الفكره يا جماعه، هي هيك الفكره. تمام اوكي. فالفكرة انه تم تكوين نيو بلاد فيسل، تم تكوين وعاء دموي جديد وماتريكس جديد وبروتينات جديدة. هذا هو هذا الوعاء الدموي الجديد والماتريكس والبروتينات الجديدة، اثنيناتهم مع بعض بسميهم الجرانيوليشن تيشو. فالجرانيوليشن تيشو اللي هو النسيج الجرانيولومي ريتش ان، غني في البلاد فيسلز، غني في الاوعية الدموية والبروتينات. تمام اوكي. هلا شو بحكي لكم؟ When there is any factor or injury that stimulates the angiogenic factors، بحكي لكم لما يكون في عندي اي عامل او اي اذى بحفز لي العوامل اللي بتكون اوعيه دمويه، بحكي لكم multiply this process 5000 in 1 سنتيمتر سكوير. يعني بحكي لكم هاي العمليه اللي حكيناها فوق، لما يكون في عندي عامل مسبب لها بتضاعف من مره ل 5000 مره. تمام وراح يكون عندكم you will have a meshwork، راح يكون عندكم شبكه of a newly formed يعني من delicate extensive vascularized tissue اللي هو granulation tissue، راح يكون عندكم شبكة من granulation tissue متكون جديد. هذا delicate رقيق وفيه كتير blood vessel، فيه extensive vascularized tissue، فيه كتير blood vessel، فيه كتير أوعية دموية. تمام بحكي لكم so this is the base process of formation of granulation tissue، فهي العملية الرئيسية أو عملية القاعدية في تكوين granulation tissue which is needed for repair، وهي لها علاقه، وهي وتكوين الجرانيشن تيشو هو جزء رئيسي من عمليه الريبير، من عمليه تصليح الانسجه. ريمبر، اتذكروا بحكي لكم في الوند هيلينج باي برايمري انتنشن. لو نرجع حكينا احنا عمليه العلاج بتتم بطريقتين، حكينا برايمري انتنشن او الفيرست انتنشن، وحكينا السكندري انتنشن، وحكينا في الخطوتين سواء هاي ولا هاي يكون في عندي تكوين جرانيشن تيشو ولا او سكار او الندبه، ولكن فرق بالكميه. حكينا في الفيرس او البرايمري انتنشن بيكون اقل، بالسكندري انتنشن اكثر بيكون هذا الحكي. تمام اوكي. بحكي لكم ريمبر الوند في عمليه الوند هيلينج، عمليه تصليح علاج الجروح، بالفيرس انتنشن ذا اماونت اوف جرانيشن تيشو از ليتل، اقل. وحكينا اند ويل سويتش فروم ذيس سموث ديليكت جرانيشن تيشو تو مور ماتشور. تمام يعني الفكره يا جماعه، سواء كان عندي في البرايمري او الفيرست انتنشن او في السكندري انتنشن، في الحالتين راح عندي تكوين جرانيش سكار او جرانيليشن تيشو، ولكن فكره في البرايمري او السكندري انتنشن قليل، بينما في السكندري انتنشن كبير. تمام اوكي. وعلى الحالتين راح يكون انه الجرانيليشن تيشو اللي تكون، هذا النسيج الجرانيولومي اللي تكون سواء في الفيرست ولا السكندري انتنشن، كميته او هو راح يكون ديليكيت، راح يكون رقيق،
وراح يكون immature مش ناضج، فيه كثير اوعيه دمويه، فلازم يصير فيه remodeling اعاده تكوين maturation عمليه النضج. تمام تمام هنا. And when switch حكينا راح يتحول من smooth delicate granular tissue to mature، راح يتحول من نسيج رقيق لماتشور لندبة ناضجة، بس هو which is very small which is also very small، وهي كمان صغيرة. ما هو كمان مش حكينا احنا granular tissue والسكار في primary tissue قليل اصلا. حلو بحكي لكم the formation of granular tissue alone is not enough بانه it is delicate and vascularized. يعني حكينا الفكرة يا جماعة انه في الوند هيلينج في عملية علاج الجروح تكوين هذا النسيج الجرانيولومي مش enough مش كافي، لأنه هو أصلا رقيق وبنزف بسهولة. فعشان هيك هاي بحكي لكم if you scratch it إذا أنت صبته it will bleed يعني رح ينزف. فعشان هيك لازم إنه يتم عملية نضوجه، ولازم يصير عندي activation and proliferation of fibroblast، لازم يصير عندي تفعيل وproliferation مضاعفة الفايبروبلاست. وحكينا الفايبروبلاست حكينا هاي تاني خطوة إذا متذكرين، مش حكينا خطوات العلاج الجرح. اوكي مش حكينا من خطوات علاج الجرح، اول خطوه هي الانجيوجينيسيس خلصنا، ثاني خطوه اكتيفيشن اند بروليفريشن تفعيل وتكوين ومضاعفه الفايبروبلاست. وحكينا احنا هذول الفايبروبلاست هم المين سيل، هم الخلايا الرئيسيه في الوند هيلينج، لانه الفايبروبلاست بتعطي يا جماعه القوه والدعم، هي اللي بتعطي السبورت اند سترينث، بتعطي القوه والدعم. اكتبوا جنبها هي الخليه الرئيسيه في عمليه الوند هيلينج، في عمليه علاج الجروح هي التي تعطي القوه وتعطي الدعم للجرح، لانه بسبب ديبوزيشن اوف ماتريكس بتكون او بترسب بروتينات. تمام تمام نكمل. فهلا نبدا نحكي عن الخطوه الثانيه اللي هي اكتيفيشن اوف فايبروبلاست. الفايبروبلاست لما يصير فيها عندها تفعيلها هي اللي بتعمل ديبوزيشن اوف ماتريكس، بترسب بروتينات، هاي البروتينات تعطي القوه والدعم للسكار. حلو بحكي لكم افتر انجيوجينيسيس بعد الخطوه الاولى لازم انه يتم ترسيب الاكسسيلر ماتريكس، لازم تحطوا شبكه من البروتينات. حلو حلو ات از امبورتنت، هاي بحكي لكم مهمه للاركتكتشر للتركيب يعني لشكلها وللفانكشن لوظيفتها. حلو حلو مين الخلايا الرئيسيه هون؟ هم الفايبروبلاست، هم ذا مين بلايرز، هم الاشياء الرئيسيه هون في هذه المرحله. تمام تمام هلا بحكي لكم المصدر تبع الفايبروبلاست. The originate from the mesenchymal cells، بيطلع من خلايا الميزنكايم. مر عليكم في الامبريولوجي في عندي بارانكايم ميزنكايم، ففي عندي هذول في الفايبروبلاست بيطلعوا من الميزنكايمال سيلز. تمام تمام they alter their shapes، بغيروا شكلهم بطريقه معينه. اوكي most of them become more differentiated to be able to move. اوكي فبسميهم مايوفايبروبلاست. كيف يعني بحكي لكم الفايبروبلاست بتغير شكلها بطريقه فبتصير مور ديفرنشيتد، يعني بتصير مور ماتشور، بتصير ناضجه اكثر متميزه اكثر، بحيث انها ما بتقدر تتحرك. هذول بسميهم في هاي الحاله بتحولوا من فايبروبلاست بصيروا مايوفايبروبلاست. والمايوفايبروبلاست يا جماعه لها جزئين، مايو هي مقسمها مايو معناها عضلات، فايبروبلاست معناها فايبروبلاست متميزه بحيث انها تشبه العضلات، او فايبروبلاست نضجت بحيث انها تشبه شكل العضلات. تمام تمام او تشبه الخلايا العضليه. تمام في عندي خطوتين، يعني الخطوه الثانيه برضه لها خطوتين. اول خطوه مايجريشن اند بروليفريشن فايبروبلاست، يعني لازم انه هجره وتكاثر الفايبروبلاست. حلو بحكي لكم يعني انا مش اول خطوه تكون عندي البلد فيسل، تكون عندي الوعاء الدموي طيب في المكان، فانا هسه لازم هذا المكان هو مكان الجروح لازم تيجي الفايبروبلاست، صح؟ لازم تيجي، ولما تيجي لازم تتكاثر وبعدين تحط البروتينات. فهيهم وي نيد فايبروبلاست تو مايجريت، انها تهاجر وتبروليفريت ان ذا تيشو في مكان اللي صار فيه الاذى. تمام تمام حلو فبحكي لكم في شغلات في عوامل نمو هي اللي بتحفز هجرتها وتضاعف الفايبروبلاست. يعني الفكره يا جماعه كخطوات، اول خطوه لازم يكون في مكان فيه جروح ويصير في عندي التهاب، بعدها بتيجي جروث فاكتورز، تيجي عوامل النمو، هاي عوامل النمو بتحفز الفايبروبلاست، بتحفز الفايبروبلاست انها تهاجر وتروح لمكان الجرح وتتكاثر عشان تعمل لي بروتينات هناك. تمام تمام هلا البروتينات اللي بتكونهم هم اكسسيلر ماتريكس بروتينز، بتكون شبكه من البروتينات. تمام تمام يعني فكره يا جماعه كخطوات جرح، اول شيء لازم يصير في عندي انفلاميشن،
ثاني شيء لازم يصير في عندي انجيوجينيسا تكوين وعاء دموي. ثالث شيء بيجي عندي الجروث فاكتورز بتحفز الفايبروبلاست تروح لمكان هذا الجروح، بتحفز تكاثر الفايبروبلاست وبتحفز الاكتيفيشن اوف فايبروبلاست، تفعيل الفايبروبلاست. ليش؟ عشان الاكتيفيت فايبروبلاست، الفايبروبلاست المفعله هي اللي تفرز او بتكون اكسس للبروتينات هاي اللي تعطي شبكه دعامه وسبورت، دعامه وقوه للجروح. تمام تمام. ومين اهم جروث فاكتور؟ مين اهم عامل نمو يا جماعه؟ اهم عامل نمو، هي لحظه سوري، اهم عامل نمو اللي هو هذا شايفينه، ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. تمام. هلا ثاني خطوه حكينا ديبوزيشن، ترسيب ديبوزيشن معناها ترسيب اكسسيلر ماتريكس بروتين، ترسيب للبروتينات عن طريق الاكتيفيتد فايبروبلاست. حلو. هلا نكمل بحكي لك ستيميوليتنج اكتيفيتنج ايتش فايبروبلاست. بحكي لكم لما تفعلوا كل، لما تحفزوا وتفعلوا كل فايبروبلاست بتصير ميتابوليكلي اكتيف، بتصير يعني ميتابوليكلي معناها يعني انها بتصير تعمل عمليات ايدو شكل. بحكي لكم they produce tissue matrix proteins، بتكون لي بتكون لي البروتينز. اهم بروتين هو كولاجين. تمام تمام. يعني فكره يا جماعه، وجود الفايبروبلاست في مكان الجرح في مكان الاذى وتفعيلها بخليها تعمل لي بروتينات، هاي البروتينات هي التي تعوض الانسجه التي فقدت. هلا اهم بروتين هو كولاجين، بس مهم نعرف الكولاجين له انواع، تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4، اربع انواع. هلا الفكره هون نرجع لهون، شايفين يا جماعه مش هون شرحنا لكم، حكينا لكم هون هاي السكار حكيناها اماتشور، هذا السكار هاي اماتشور مش ناضجه، وهاي السكار سميناها ماتشور سميناها ناضجه، متذكرين صح؟ هاي السكار سميناها ماتشور سميناها ناضجه. حكينا ليش؟ لانه نوعية البروتينات هنا مختلفة، زائد انه في تكوين في اوعية دموية كمية اقل. طيب ليش هلا؟ هلا بدي احكي لكم ليش. حلو. يعني الفكرة بدي اوصل لكم اياها يا جماعة، انه الفايبروبلاست اول ما توصل، اول ما توصل لمكان الجرح ويتم تفعيلها، بتحط عندي بروتينات وبتحط عندي كولاجينات مبدئيا بتحط. بعد فترة هاي البروتينات وهاي الكولاجينات بصير لهم عملية شو سميناها اذا متذكرين؟ سميناها الريموديلينج. سميناها إعادة إنه تظبيط الأمور. فهاي البروتينات والكولاجين نحط مبدئيا يتم تغييره لنوع بروتينات ونوع كولاجين ثاني. تمام تمام. حلو. هلا بنيجي نحكي عن هذا الحكي. حكينا إحنا إنه الفايبروبلاست لما تتفعل تحط لي كولاجين عشان يعوض the lost tissue. تمام. أول إشي initially في البداية تحط لي كولاجين تايب 3. يعني فكرة أول ما توصل للفايبروبلاست بتحط لي بروتينات، بتحط لي كولاجين تايب 3. هذا الكولاجين تايب 3 it is smooth، رقيق، ما مش enough، مش strong. تمام تمام. يعني الفكرة يا جماعة هون نرجع، يعني الفكرة يا جماعة مش حكينا هون هذا صورة للميكروسكوب under the microscope لسكار لندبة مش ناضجة. ليش؟ لأن بتحتوي على بروتينات وبتحتوي على كولاجين تايب 3. تايب 3 هذولا رقيق رقيق، إذا صبته بنزف. طيب عشان فلازم يصير في عمليه سميناها الريموديلينج. تمام. اعاده تظبيط، يعني انه بيجي الجسم بيحاول يحولها من ماتشور، يحول هذا النسيج او هاي السكار او هاي الندبه اللي تكونها، يحولها من مش ناضجه لناضجه، بحط عندي بروتينات ثانيه وبحول الكولاجين تايب 3 لكولاجين تايب 1. يعني اول كولاجين بنحطه هو تايب 3، بس هذا رقيق لازم تحول الكولاجين تايب 1 لانه اقوى الكولاجين تايب 1، هو اللي بيعطي السبورت، هو اللي بيعطي السترينث، هو اللي بيعطي القوه والسبورت، القوه والدعم. تمام تمام. فزي ما حكينا اول شيء الكولاجين بنحطه هو تايب 3، بتحول هو سموث رقيق مش سترونج مش قوي، بتحول لتايب 1 عن طريق عمليه سميناها الريموديلينج. حلو. بحكي لكم ذيس فيس، في هاي المرحله بصير عندي اكتيفيشن اوف فايبروبلاست اند اكسسيلر ماتريكس عن طريق السيتوكاينز، عن طريق المفعلات. اهم واحد هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، بس في عندي اذر فاكتورز، بي دي جي اف، بي دي جي اف اللي هو بليتلت ديرايفد جروث فاكتور، و اف جي اف 2 فايبروبلاست جروث فاكتور فاميلي 2. تمام. هذول هم اللي بيعملوا اكتيفيشن للفايبروبلاست، بس اهم واحد هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا، هاي بدي احطه بلون ثاني. تمام تمام. هيو بحكي لكم هو اقوى واحد واهم واحد، وبدونه ما بتصير عمليه، ما بتكون عمليه ريبير بروبر، يعني ما بتكون منيحه. حلو. هو اهم واحد، ذا ميجر اند ذا موست امبورتنت فايبروجينيك. فايبروجينيك معناها بحفز الفايبروبلاست، اوكي، اند سكار فورمينج ميدييتر اند ذا ريبير. يعني اهم واحد هو الترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. تمام تمام. اوكي. حكينا انه الفايبروبلاست ممكن
تتحول لانواع من الخلايا حكيناهم شو سميناهم اذا متذكرين سميناهم مايو فايبر بلاست. فايبر بلاست معناها فايبر بلاست تشبه العضلات. شو يعني اهميه انه يشبه العضلات؟ شو يعني طلعوا شو اهميه هذا الحكي؟ فايبر بلاست مايو فايبر بلاست هيلب لي داون كولاجين تو كلوز ذا جاب. يعني حكينا الفايبر بلاست بتحط كولاجين عشان تعبي النسيج الذي فقد. حلو بكيكم sometimes the fibroblasts they attain muscle functions. يعني بتكتسب وظائف العضلات تشبه الخلايا العضلية سميناها myofibroblasts becoming like يعني تشبه the skeletal muscles اللي هي خلايا العضلات العظمية والsmooth muscles العضلات السموث اوكي اللي هم اللي سميناهم myofibroblasts. تمام اوكي يعني في بعض الأحيان بحكي لكم الفايبروبلاست تكتسب وظيفة العضلات سميناها في هذه الحالة myofibroblasts. بحكي لكم المايوفايبروبلاست هي فايبروبلاست هي تعتبر فايبروبلاست that slightly deviated يعني انحرفت وتمايزت يعني نضجت انها تصير عضلة تشبه العضلة وبالتالي لها وظيفة زي العضلة اللي هي انقباضية لها وظيفة انقباضية زي العضلة بتصير. تمام بحكي لكم they help they always help بتساعد انها تحط كولاجين في مكان الجاب في الفراغ عشان تعبي النسيج اللي فقد. فthe main protein هذا السؤال ممكن تاني يسألكم إياه في الامتحان. The main cell الخلية الرئيسية في الوند هيلينج حكينا هي الفايبروبلاست. بس the main protein البروتين الرئيسي في الوند هيلينج is أو في السكار is كولاجين اللي هو الكولاجين. تمام كولاجين will be the major protein deposited هو راح تمل هو راح يكون البروتين الرئيسي الذي ترسب في مكان السكار وراح يصير لتكوين granulation tissue. تمام فأهم فاكتور برضه اللي هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. يعني يا جماعه في عندي ثلاث شغلات بدي اياكم تعرفوها. الخليه الرئيسيه في الوند هيلينج هي الفايبروبلاست. العامل الرئيسي اللي هو في الوند هيلينج هو ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. ذا مين بروتين البروتين الرئيسي في الوند هيلينج هو الكولاجين. تمام شو بحكي لكم هون؟ بحكي لكم ايس بريك فروم ذا دكتور. شو حكى الدكتور؟ بحكي لكم ترانسفورم اذا ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا كان موجود في السرطان رح يكون هارد رح يكون قاسي. زي المثال الكارسينوما اللي هو السرطان اللي بنتج نتيجة الليفر سيروسيز اللي هو تشمع الكبد. يا جماعة رح تمر عليكم إن شاء الله آخر في بعض الأحيان في كونديشن بسميه ليفر في وضع أو في مرض بسميه ليفر سيروسيز اللي هو تشمع الكبد. هذا تشمع الكبد على مدى هدول في الناس اللي يكون عندهم أمراض مزمنة في الكبد زي الكحول زي الالتهابات الفيروسية إلخ هدول الناس على المدى البعيد راح يتحول تشمع الكبد راح يتحول لسرطان. في حالة هذا السرطان بيكون في عندي ترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا وبالتالي راح يكون السرطان قاسي. بحكي لكم حلو فبحكي لكم اسفلت هارد يعني بتكون قاسية. اف ابايوبسي واز تيكن اذا اخذنا خزعة راح تلاقيها معبية بترانسفورمينج جروث فاكتور بيتا. تمام اوكي حلو هلا الريمودلينج اخر خطوه في عمليه الوند هيلينج هي الريمودلينج انه هذا النسيج البدائي اللي تكون حكينا الرقيق حكينا نرجع لهي الصوره حكينا تحويل السكار تحويل الندبه من النسيج الرقيق واللي فيه كثير بلاد فيسل فيه كثير اوعيه دمويه لنسيج قاسي صلب يعطي دعامه والبلاد فيسلز اوعيه دمويه فيه اقل وحكينا نفس البروتينات بتتغير حكينا كل تايب 3 كولاجين بتحول لتايب 1 كولاجين. هلا نكمل حلو بحكيلي it's needed هاي العملية it's needed to make the scar stronger عشان نخلي الندبة stronger contracted. شو يعني contracted؟ خليها تنقبض خليها أصغر ملمومة على بعضها تلم على بعضها تصير أقوى. تمام أوكي بحكي لكم until now لحد الآن we have got a scar tissue عندنا ندبة بس هاي scar لازم تصير أقوى عشان to protect the architecture of the organ عشان تحمي على التركيب تحمي التركيب تبع العضو. تمام and the underlying structures والشغلات اللي تحتها فعشان هيك لازم نحول البروتينات شايفينها نحول البروتينات نحول اول شيء تايب 3 كولاجين لتايب 1 كولاجين ونحول البروتينات برضه الموجوده فيها. كيف يتم تحويل البروتينات اللي فيها بطريقتين. اول شيء كروس لينكينج اوف كولاجين. شو يعني كروس لينكينج؟ معناها ارتباط الكولاجين مع بعضها البعض عشان الكولاجين تصير اقوى. اثنين سويتشينج اوف تايب 3 نحوله لتايب 1 انه يتحول تايب 3 كولاجين لتايب 1 لانه بصير اقوى. تمام في هاي الحالة. فإذا الريمودلينج بطريقتين بتصير. كروس لينكينج إنه الكولاجينات ترتبط مع بعضها زائد إنه تايب 3 يتحول لتايب 1. تمام أوكي. So
The result we have it, the result is cross-linked collagen, collagen مرتبطة مع بعضها البعض, and the predominance, وإنه pre-shiny predominance معناها إنه الإشي الرئيسي فيها هو collagen type 1, لأنه هذا بخلي السكار أقوى to hold the architecture وتحمي ال underlying organism, organs. يعني فكرة يا جماعة إنه الكولاجينات مش بس بتحول نوعها من type 3 ل type 1, برضو لازم ترتبط مع بعضها البعض تعمل شبكة قوية, في هاي الحالة بتحافظ على شكل العضو وبتحمل الأنسجة اللي فيه. تمام تمام حلو. هلا طلعوا كيف برضو الريموديلينج مش بس تحويل البروتينات, برضو انه الاشياء اللي زايدة مش حكينا الشغلات الزوائد تشيلها هيها. We need to remove the extra product, لازم تشيلها. مثلا اذا في عندي extra collagen type 3, مش حكينا احنا collagen type 3 لازم تحول ل type 1, بس في مرات بضل في بعض الاحيان extra أو the extra unneeded collagen type 1, يعني مرات بضل عندي extra type 3 أو type 1 بس خلص بكفيني أنا بضل عندي extra, فمين بيجي بشيله؟ أو عندي extra extracellular matrix proteins, في عندي بروتينات زيادة, مين بيجي بشيلها؟ بيجي enzymes بتشيلها بتنظف. شو سميناها هاي الانزيمز؟ سميناها MMP, matrix metalloproteinases اللي هم laminase وcollagenase. حكينا إيز معناها الإشي اللي بدمره, لامينيز معناها بشيل اللامينين, كولاجينيز بشيل الكولاجين. ففي عندي إنزيمات يا جماعة, هاي الإنزيمات رح تيجي الأشياء الزيادة الإكسترا رح تشيلهم, مثلا الكولاجينيز بشيل الكولاجين, لامينيز بشيل اللامينين من الإكساسيلولر ماتريكس وهكذا. تمام تمام. طبعا هدول البروتينات اللي هم الMMP سميناهم الماتريكس ميتالوبروتينيسز, الMMP زي مثال عليهم اللامينين والكولاجينيز, لامينينيز وكولاجينيز. هدول البروتينات او هدول الانزيمات سوري, هدول الانزيمات ما راح يضلهم شغالين الى ما لا نهايه, ما راح يضلوا شغالين الى ما لا نهايه. يعني في عندي شغلات راح تنظم وظيفتهم, راح تنظم وظيفتهم متى راح يشتغلوا ومتى راح يوقفوا. هدول شو بنسميهم؟ بنسميهم تيمبس. تيمبس اختصار لتيشو انهيبيترز, لمثبطات موجوده في الانسجه لهدول الانزيمات اللي هم الميتالوبروتينيز. يعني فكره يا جماعه هذول الـ MMP أو الماتريكس ميتالوبروتينيسز أمثل عليها من الكولاجينيسز واللامينيسز, هذول بيشتغلوا في عملية الريموديلينج إنه أي شيء زايد يشيلوه. تمام. بس في عندهم شغلات منظم لعملهم اللي هم التيمب, هذول تيشو انهيبيترز اللي هم المثبطات الموجودة في الأنسجة لهذول الإنزيمات. هذول في حالة إذا انتهى وظيفة الـ MMPs بيضيفوا من خلص وقفوا, تبعتوا لهم إشارة إنهم وقفوا. تمام تمام. بحكي لكم there are other mediators, في عندنا في عندي مواد كيميائية تانية, بروتينات inhibitors مثبطات بتنظم عملية ال MMP. بحكي لكم لأنه ما بنحتاجهم إنه يشتغلوا constantly باستمرار, يعني فكرة بس بس أنت خلص وظيفتهم خلص إنهم يوقفوا. هدول شو سميناهم؟ TIMPS. بحكي لكم deficiency في TIMPS إنه نقصانهم أكيد رح يعمل لي مشاكل. ليش؟ يعني نقصان هدول TIMPS معناها إن ال MMP هدول رح يضلهم يشتغلوا لما لا نهاية, وبالتالي رح يعمل لي كتير مشاكل. هدول شرحنا الرسمة هاي. تمام. هلا أسئلة في آخر المحاضرة, حط لكم أسئلة from past papers نجاوبهم مع بعض. Found in mature scars, يعني إيش الإشي بلاقيه في الأنس في الندبات الناضجة. Cross-linked collagen type 1 صحيح 100%. Granulation tissue بلاقيها في بس مش بالمبش بس مش من mature scar. A lot of thin wall capillary لا. Collagen type 3 only لا. Collagen type 2 لا. هلا نرجع, مش حكينا احنا يا جماعة في الـ في الماتشور سكار اذا متذكرين حكينا بتحول تايب 3 لتايب 1 وبصير فيه كروس لينكينج. هيو we have a cross linked collagen type 1 type 1. تمام تمام. فالجواب هو A. تمام. secondary repair compared to initial repair, يعني healing by secondary intention بالمقارنة مع الـ primary intention و first intention. يعني مش حكينا طرق الـ wound healing, حكينا طريقتين, حكينا طريقتين اللي هم الـ primary أو الـ initial repair والـ secondary repair. كمقارنة الـ secondary مع الـ primary إيش بيسألني هلأ؟ خلينا نشوف. more scar and more tissue injury صحيح 100%. تمام. always associated with tissue granuloma, مش دائما بيجي مع في عندي granulation tissue يا جماعة, في عندي granulation tissue بس ما في عندي granuloma. شو يعني شو هي الجرانيولوما اذا انتم متذكرين؟ متذكرين الجرانيولوما لما حكينا هون هون في الـ في الـ في الشيت رقم في المحاضره رقم 6 اذا متذكرين حكينا الجرانيولوما, فرجيتكم صورتها ان هايها
الجرانولوما هذا المحاضرة رقم 6 صفحة رقم 9 حكينا الجرانولوما هي activated macrophages. هذا لما يكون البكتيريا persistent، لا في السكندري ريبير ما في عندي جرانولوما. A very small tissue loss، لا في الانيشال ريبير مش في السكندري ريبير. Maintain the function and of the repair tissue، لا برضه مش حكينا لانه كميه الانسجه اللي تفقدت كبيره وبالتالي كميه النسيج اللي نحط بداله كبير، وبالتالي لا شكليا ولا وظيفيا نفس النسيج اللي سابق. فالجواب هو صح، هو ايه؟ More scar and more tissue injury. هيك بسالكم، انتوا لازم تكون فاهمين الكونسبت، لازم تكون فاهمين الفكره من الموضوع. حلو، بحكي لكم in contrast to repair after acute inflammation، بحكي لكم repair after chronic inflammation is characterized by، بحكي لكم على النقيض من التصليح بعد الالتهاب الحاد، بدنا يحكي ايش يعني، بدي اسالكم التصليح في الكرونيك انفلاميشن في الالتهاب المزمن على بالمقارنه مع التصليح بعد الالتهاب الحاد ايش هو. ليس الاكتيفيتي اوف فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، ليس الاماونت اوف كولاجين تايب 1، جرانيش تيشو اند سكار فورميشن، هذا الجواب صحيح. Quick and simple, no need for mediators, better prepare process with no sequences. يعني بحكي لكم اذا قارنا بين الالتهاب المزمن والالتهاب الحاد، الالتهاب المزمن عنده ليس الاماونت اوف كولاجين تايب 1، لا بالعكس مور اماونت اوف كولاجين تايب 1، فهي غلط، هو بده الصح في هاي الحاله، فهي غلط، الغلط نحطه بالاصفر. ليس الاكتيفيتي اوف فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، لا مور اكتيفيتي اوف فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور. جرانيشن تيشو سكار فورميشن هاي الصحيحه 100%. كويك اند سمبل، لا بالعكس مش كويك اند سمبل، بالعكس بطيء ومعقد ومحتاج ميدييترز. بيتر ريبير بروسيس وذ نو سيكونسز، لا بالعكس في سيكونسز، في عندي سكار فورميشن، بالعكس في عندي النتائج. فالجواب الصح هو سي. تمام. هلا مايكروسكوبيك اكزامينيشن، لو فحصنا الجرانيشن تيشو في الايرلي اماتشور سكار، يعني لو فحصنا لو عملنا هذا المايكروسكوب وطلعنا هون، هاي هي الايرلي اماتشور سكار، شو راح نشوف؟ خلينا نرجع للسؤال، شو راح نشوف؟ numerous young capillaries and heavy mixture of inflammation cell infiltrates، هاي صحيحه 100%، صحيح راح تلاقي عندي numerous mature young capillaries. مش متذكرين هون يا جماعه، هون في كثير blood vessel، في كثير اوعيه دمويه، في كثير شعيرات دمويه، صحيح 100%، وراح تلاقوا خلايا كثير inflammatory cells فايته جوا، صحيحه 100%. هذا الخيار. complete re-epithelization، لا شو يعني re-epithelization؟ يعني صار عندي إعادة تكوين أنسجة، لا بالعكس، لا لسه ما صار عندي complete re-epithelization، هاي بالأصفر. heavy eosinophilic and mast cell infiltration، لا بالعكس هاي بنلاقيها في الكرونيك سكار مش هنا. abundant cross-link collagen type 1، لا هاي بتلاقيها في الماتشور سكار مش في الامماتشور. numerous foreign body type joint type، لا هاي ما لها دخل. فالجواب بيطلع إيه. هلا مرات يا جماعة مرات بتلاقوا خيارات في الامتحان ما لها علاقة بالسؤال، يعني بالله عليكم اليومرس فورين بادي تايب جاينت سيل كرانيولوما، لا ما يعني ما درسنا هذا الخيار ولا موجود. فبالعكس الجواب الصح هو ايه. هيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة، وان شاء الله بنكمل اخر محاضرة من محاضرة الوند هيلينج.